اتفضل. هو انا لازم اغير طريق الجهاز، باور الجهاز بيشتغل معايا تمام، عشان اركب اي بروب او اشيله لازم اضغط هنا على فريز، لازم اعمل فريز تكون باينه معايا بالاورنج كده. هنا ورا في مكان البروب في عندي حاجه اسمها في كليب اهو، فانا هعمل كده، هنزل الكليب كده البروب ينفع اشيله اهو تمام، شيلته. عشان اركبه تاني لازم كانت من دراعي لفوق، وبعدين بعد ما يركب كويس ارفع اللابتوب. بعد كده هنا افتح الجهاز زي اللابات القديمة، معلش تمام كده تمام. بعد كده بعمل، لو عايز ادخل اسم البيشنت بدخل، اكتب اسمه هنا. بعد ما ادخل اسم البيشنت مثلا نعمل تيست، نعمل اوكي، نعمل اوكي تمام. بعد كده بختار الاكزام، واختار من هنا على الشاشة اللي هو بقى اوبستاتليك اللي هو 2D او 3D تمام. بعد كده وانا شغال على الجروب بتاعي، انا عندي هنا على السكرين هنا هو مكتوب 3D 4D 3D 4D، فانا باجي هنا بختار، باخد الكرسر من على من هنا جنب التراك بول، باخد الكرسر واروح اتحرك بالسهم، ما يطلع لي سهم على الشاشه، عشان اخد السهم هنا واضغط عليه هنا 3D 4D، واضغط على كلمه ست ست، بعمل هيطلع لي البوكس، بطلع براحتي في البوكس فوق او تحت على حسب ما انا عايز. هنا هنا لو انا ده كده هيعمل معايا 4D، عايز 3D بخلي 3D بس وخلاص، ده ستاتيك 3D، عايز 4D بقى يبقى ده لايف اللي هو لايف 3D، فانا هخلي ستاتيك يطلع صورة واحدة. اللي عايز اغير بروفايل صغير، هنا سيرفس اللي هو بتاع الفيس، لو اشتغل على بون هجيب الماكسيمم، يعني كده عندنا السيرفس تمام. بعد كده بعمل هنا كاتب لي عشان اعمل كابشر لازم اعمل ابديت، هضغط على ابديت، ابديت بس هطلع الصورة معانا، اقدر اتحكم منها الاكس والواي والزي لو عايز اغير حاجة، عايز اغير بقى الجين، اغير اي حاجة، اغير ايه كونتراست اللي هو البرايتنس سليشولد الاسموس. طب لو انا عايز اخلي الصورة دي 2D و4D، احنا عندنا هنا عندنا حاجة اسمها الويندو، احنا عندنا كارنت ويندو 3D، معلش ده بيتحرك بين بيتحرك لك بينهم ثواني، عايز انت تعمل دول بس مش فور، دول بس اضغط هنا على دول،